وبصوت الزميل صالح بن أحمد الجامعي. إذن مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء في كل مكان، نحييكم ونرحب بحضراتكم من هنا من ميدان التحدي لسباق الهجن العربية الأصيلة. شكرا لزميلي مسعود الحريري على التواصل وعلى هذا الأداء الجميل. شوطنا الرابع خاص لأشواط الإنتاج وشوط الختام وختام مسك للإنتاج والشوط الرابع للإنتاج. المركز الأول هنالك مشق ومسفر بن محمد المحميد، ولكن وصل الذيب ومحمد بن راشد بن تلاب الهاجري من يقدم لنا الذيب. وثالث الأسماء مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء، وصل مبلش ومحمد بن سعيد آل خديعة والمضمر. هنالك نايف من يتابع لهذا الشعار ويكون حاضرا. هنالك رابع الأسماء مشاهدينا ومتابعينا الكرام، هنالك أسماء قوية وأسماء حاضرة للمنافسة وإلى التحدي. ولكن ثالث الأسماء وصل عنيد وسالم بن جابر الحمزوم، ورابع الأسماء الله 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 وصل مبلش ومحمد بن سعيد آل خديعة والمضمر نايف ويكون حاضرا. ولكن لنا عودة إلى المقدمة وإلى الصدارة. الله مشقي مشقي، ولكن وصل عنيد عنيد وسالم بن جابر. أوب 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 يا أبو جابر، ولكن مشقي ومسفر بن محمد المحميد. ولكن مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء، تهانية للسيد مسفر بن محمد المحميد. والمركز الثاني كان من نصيب عنيد وسالم بن جابر الحنزاب. والمركز الثالث المركز الثالث مشاهدينا ومتابعينا الكرام محمد بن راشد الزيب لسيد محمد بن راشد بن تلاب الهاجر. توقيت الزمني مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء في كل مكان، ساعة وصول مشقي لسيد مسفر بن محمد المحميد. قطع مسافة 1500 متر في دقيقتين و12 24 جزء. تهانية لمالك مشقي مسفر بن محمد المحميد، تهانية لجميع الفائزين.